بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، احنا ذكرنا أنه وقال ولا تطع منهم آثما، يعني الآثم هو مرتكب الإثم سواء كان مبالغا في الإثم أم لم يبالغ. نعم، لو قال أثيم لكان نهى عن طاعة المبالغ في الإثم دون من لم يبالغ، لأن أثيم صيغة مبالغة. نعم، أظن ذكرنا هذا في الحلقة السابقة. نعم، حتى أظن احنا يعني قارنا بين قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فكان السؤال لماذا كان قال هنالك أثيم، أثيم هنا آثما. وذكرنا في حينها أنه ذيك وقعت في سياق صيغ المبالغة، هماز مشاء مناع للخير معتد أثيم، والذي يفعل كل هذه الأفعال ولا لا يكون آثما فقط وإنما يكون أثيما، يعني الهماز، بل أن كل يعني الذي يفعل أي واحدة من هذه الصفات بصيغة المبالغة هو أثيم. الهماز هو أثيم بأنه إذا أكثر من الهمس سيكون أثيما. نعم، والمشاء بالنميم لو مشى مرة يكون آثما، لكن لو كان مشاء بالنميم سيكون أثيما سيكثر. وكذلك مناع للخير هذا أثيم، يعني كل صفة من الصفات المذكورة هو صاحبه أثيم وليس آثما. فكيف إذا اجتمعت كلها قطعا راح يكون مبالغة لو شاء بعيد في الإثم. نعم، إذن لا يصح أن يقال آثم. لماذا؟ لأن لو قال آثما راح تهون المعصية، أن كل الذي يفعل هذه بصيغ المبالغة هو فقط آثم وليس أثيم. إذن من هو الأثيم؟ هذا السؤال. إذا كلها راح يكون آثم، لا، فكل في حقيقة كل فعل من هذه الأفعال وهذه الأصناف هو صاحبها أثيم، حتى الإنسان يتحرج لأن هذا مبالغ في الإثم. بينما هنا في سورة الإنسان، سورة لا، لم يقل شيء، قال قال ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يعني لو قال ما قال لا تطع الأثيم، لأنه لو قال لو نهانا عن طاعة الأثيم لم ينهانا عن طاعة الآثم من هو دونه. يعني المتصور معذرة أن الأثيم أشد مبالغة وأكثر وطأة من آثم، ولهذا جاء بالدرجة القليلة حتى ويفهم منها إلغاء الكثير. من باب أولى يعني راح يكون. ولو قال أثيم لفهم منها أننا يمكن أن نطع الآثم. يمكن، لا 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 ينهانا عن ذلك. نعم، راح يكون. يعني ينهانا عن أقل الدرجات في الإثم. طبعا فيكون ذلك من باب أولى لمن هو أبلغ منه في هذا الوصف. أبلغ منه في هذا الوصف. نعم. قال ولا تطع منهم آثما أو كافورا، لماذا لم يقل كافرا؟ وأيضا السؤال هذا يعني مقبول، لأن كفور صيغة مبالغة. نعم، فإذا لماذا لم يقل كافر على الأصل حتى فاعل آثم كافر. نعم، على وزن فاعل. هو أظن إحنا في كلامنا في أول السورة أن كفور تستعمل لمعنيين. نعم، بما يقابل الشاكر النعمة، يعني يستعمل لكفران النعم ويستعمل للمبالغ في الكفر بنقيض الإيمان. إذن الكفور يستعمل شيئين، المناقض للشاكر هو الكفور، والمناقض للمؤمن أيضا هو الكفور. اثنين، كلمة كافر في القرآن لم تستعمل إلا بنقيض المؤمن فقط، لم تستعمل بنقيض الشاكر. نعم، لو قال كافرا ما كان يعني يدخل فيه كافر النعمة. ولذلك لاحظ في أول، ثم هذا هو مناسب لأول السورة عندما قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، هو المناسب، لم يقل كافرا حتى يشمل ما هو مقابل الشاكر وما يقابل المؤمن. يا جماعة، لو قال كافر راح يكون يعني يشمل النهي عن صنف واحد. نعم، دون الصنفين، فقال كفور ليجمع الصنفين. جزاك الله خيرا.